عاصي بنس كل معايا اليوم عزيز شريف اخويا اخويا نفسي من العزيز. البداية. ايه قدم روحك، شلونك؟ عزيز تعمل في شريف 19 الدنيا؟ سنة. ليه 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 مش هيك؟ مش في شوية بروفيسور سوريز. عزيز شريف 19 سنة عمري. نقرأ باك، معود الباك باك ان فو. شو تعمل في الدنيا بالضبط؟ نقرأ ومتمنيك على العبيد. كيف كيف فلك يا خلوة تعود الباك؟ ايه ما هي الحاجة اللي خليك تعود؟ معناته اسكو الانستغرام عنده دخل؟ لا اي بطبيعة خاطرين ما قريتش على روحي وقعت لي في الانستغرام. معناها ضيعك؟ مش ضيعني، اين ضيعت روحي؟ معناها كنت نجم نحل، معناها نجم نفرق وقتي بين الانستغرام والقراية. ام انا ما فرقتش وقتي دونك. انا اصلا مانيش بتاع قراية. انت اصلا ماكش تعقد شيء. كيف جاتك فكرة بشو اللي على الانستغرام؟ شو اللي على الانستغرام؟ بي ناكل بخس من عند امي، معناها كل عبيد الكل. ويصيروا فازيت معناها تبع العيلة وكل شيء، معناها الفيديوهات اللي راهو فيهم ولكن في الشليكة كلهم في الدنيا صايرية قبل مش تو معناها تكذب. جا ازرق جاي ازرق يكذب والله. معناها تحب تقول لي انت ليه؟ ها شو برسمي نحكي معك برسمي. الفازيت هذوكم خاطر مكثر الامهات التوانسة الكل يعملوهم، فهمت؟ امك ما كانتش تخبط فيك بالشليكة نهار كامل. كنت نعمل دي تشالنج قبل، فيديوهات نتاع دونس نتاع اي حاجه ونهبط، معناها جوست تعطيني نهبط دونس كلاسيك. فيتش تحت هكا تيك توك وريق. دونك اسكو تخمم باش تتولونس في اليوتيوب؟ اي في الانستغرام وقتي إيه يا اخي يا اخي العطلة سيئة جيت ليه في العطلة مريقلين في العطلة نهبط فيديو سيئة كلمة كلمة سيور سكوب هواليهم ولا سيور ولا لا في العطلة عن شين فيديو؟ ليه ما نقولش تيزا والله والله تيزا والله والله. اسكو كيما كل عبد يعمل في دي فيديو على الانستغرام يسرق تسرق السكريبت ولا تكتب فيهم وحدك؟ انا عمري ما سرقت. عمرك ما كتبت سيت؟ عمري ما كتبت. ليه كتبت؟ تكتبهم معناها وتحط ورقه وستيلو وتكتب السكريبت نتاعك وتمثل بالرسمي ولا جست جتني فكره هيا خلينا نجرب؟ لا تعرف اكثر فيديو قعدت تكتب فيه؟ يعني هو معناها مش لوشت الفكره مش نورمال. عندك الفيديو نتاع هذيك الام التونسيه والحميد، وعندك بتاع نبيل القروي. هذوكم اكثر فيديو معناها كتبت فيه، معناها ركزت على الفكره. هي صحيح راهو العباد تلقاها معناها دقيقه دقيقتين فيديو يتلفوها معناها يصحبوا حكايه فارغه، اما انا جاتني فكره جهنميه فهمت ودورت مخي و كان عندك دي استراتيجي للفيديو نتاعك؟ تستعمل عندك استراتيجي معينه بتعرف تكمل بها لونتيرم ولا جست تجيك فكره تحاول تكتب اكاونت اوكي نبدا ريخ على المخده تجيني فكره نكتبها عادي لو كنت واصل في البلاي معناها جو فهمش كرونوميتر معناها في الحديد بيسي اضرب عندي خذي خوي جيني فكرة نتمعن فيها نكتبها نصورها نمنتجها نضغط على انستغرام ويلعب تبارتاجي. تحبش تعرف حاجة أخرى؟ اسمعني يا رب شراوني مرة نغزر هكا ومرة نغزر هكا خاطر حد جوست حاجة تصور بها ما عندوش حاجة معينة معناها يصور بها خاطر لا هذيك لا لا فاريسيون بهان كاب قال جسدها ولا ولا ما نعرف نعرفوا اللي عالم انستغرام خايبيس معناها فما حاجه بيا اللي هو فلوس وكوتي ذاك الكل وخدمه عبيد تحبك ومحبه العبيد واللي تحب انت فما كوتي اخر اللي هو عينين وكلمات وكل شيء. اسكو صارت لك حاجات من انستغرام خليه بتوصل نهار تبطل تخمم مش تبطل معناها؟ صاروا لي فازيت ما عمري ما نخمم بطل انستغرام خاطر حاجه نحبها ومن قبل نحبها باقي معناها توصل نتاع توصل حتى 1% منك يقول علاش انا دخلت في الموندو هذا معناها اخي حاجه تفد منها ترقى معناها عبد ما عندوش القدره معناها ما عندوش القدره انه يضحك فهمت معناها عبيد زايدين هكاك موجودين برشا 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 وكل مره يخرج لك واحد يهبط فيديو انا مانيش حاسدهم ولا يهبطوا ان شاء الله حتى مليون فيديو في النهار اما الاخر كي تهبطوا هبطوا حاجه تصلح كورونا كورونا
اجي فيروس دونك ما عندك علاش باش تخاف من كورونا، خاطر فيروس وفيروس ما يعديوش بعضهم. برو برو تقنعنيش تو في اللحظه هذيا تقنعنيش تكح وتعطس عندك ساعتين. بريف مين يجيك الغرام بالماكله هذا الكل؟ تقولوا عزيز شيف يقولوا ماكله، هما كي يحلوا ستوري يقولوا يلقاو ماكله. ماكله معناها ماكله جوست ماكله عليه. ومين ماشي؟ هذوما في عينيك ساعه اول حاجه تخمم فهد لك اغرى حصيلو. بيه ناكل برشا هزي عادي سؤالي لك هو وما نسمنش والله ونحب الماكله برشا تصفيق. وهو راسي اسكو عملتها جست هكيكا ولا عندك كونتينيتي معاها؟ معناها اسكو تراها الحكايه هذايا باهي تنجم تمشي من الباسيون تاع الماكله نتاعك للاميتي بروفيسيونيل نهار اخر تولي يا خويا شيف كوجينا ان شاء الله الحكايه، ولا جست تقعد في هاك طيب وحدك تبارتاجي دي وسيت لعبة هكاك نبارتاجي وحدي و شو انا راه تعرف كيفاش بديت باش راسي مره طيبت مقرونه في الدار قعدت نصور فيها معناها كيفاش طيب فيها و بلي ديتاي قلت اي علاش يا اخي بعديك بعد ما معناها صورت وعملت المونتاج جت في مخي في معناها فكره نتاع باش نعمل باج حاسيلو في نهار لما 11000 ابوني وتوا قريب 32000. اما ليه ما نصورش روحي نهار اخر معناها نرى روحي كشيف ولا حاجه معناها اي طيب عزه باللي تساعد راك تبارتاجي حاجات نعرفوا طيبوهم الكل معناها لا ما تسحقش حتى تبارتاجي ولا لي ولا لي ما ولا لي طيب بالفاسون تاعك وطيب بالفاسون تاعي كل واحد صحي كل واحد عنده سمانيه غير طيب فيها معناها لا اما الفاسون تاعي نعرفها معناها تير على الفاسون تاعك بي ما نحكيش على الفاسون تاعي ونتاعك نحكي على الفاسون تاع العباد الكل كل واحد عنده سمانيه نتاعه اللي طيب فيها معناها فما دي روسيت زايدين معناها هذاك اش نقصد فهمت؟ معناها كيف تقول انت صحن عجه لما 11000 جاي 11000 جاي مش خاطر صحن عجه باهي كي فما عظمه نهار لما اكثر اكثر جاي في الانستغرام معناها مش خاطر عظمه زايده جوست خاطر كيف في تونس راه مانيش نحكي في باهي في تونس 11000 جاي خاطر انت عزيز شريف عندك الكوميونتي نتاعك جايين من عزيز شريف معناها كان ما تمشي تعمل عجه وتحبط على انستغرام تلم جاي من عندي انا وبا في الدار فهمت؟ وكي ترى العباد الكل يعملوا فيها وانا ناكد لك نوريك حتى في التليفون هذيك هي جوستومون اكثر من 100 عبد الانفلونس تاع الانستغرام هذيك هي فوق من 100 عبد مجربينها معناها معناها هذيك اش تقصد هذيك عندي عندي الغوزيت نتاع المقرونه هذيك اللي عملتها انا هبطت اول حاجه فيها وراسي اكثر برا توا بريسك 300 واحد يعملها اي اما هذيك هي الانفلونس نتاعك على الانستغرام اما مش خاطر عجه فهمت؟ معناها انا اللي نقصده اللي نقصده علاش وراسي ما توريتش حكايات اكثر بروفيسيونيل معناها ترقى تجرب دي روسيت معناها مش لعبة الكل نجم يعملوه معناها اصعب اي لي ما انا ما نحبش نعمل هكاك انا جوست نحب لي جون معناها اللي كيفي يعملوا حاجات سهله معناها حتى معناها كي تروح انت معناها نهار مثال نص نهار ترجع مع ساعتين مش طيب كسكسي بيتا شو اسالك اسال جبني عليهم ورا بعضهم الكل عزيز شي في كلمه ضارب انستغرام ولا يوتيوب؟ انستغرام تنزل ولا انستغرام؟ انستغرام معناها كان هاي يجيوك يعيطولك تنزل تقول لي فما فرق بين السؤال سألته ولا انت عطيتني تلفزه ولا انستغرام؟ تلفزه ليه خاطر تلفزه كيف اللعبه دراية راهو ليه اخ شو شو فما فرق انت سألتني قلت لي انستغرام ولا تلفزه معناها تنجم تكون يا باش نتفرج في الانستغرام يا خلي وقتي على التلفزه فما فرق انت ما تعرفش تسأل كي انت ما تعرفش تسأل انا شنو تحبني نعمل لك طيب سألتك انستغرام ولا يوتيوب معناها باش تعدي وقتك ما شنو هي تبريفير معناها تلفزه ولا انستغرام انا شنو تبريفير اوكي باش شنو هي لي بروجي افونيك نتاعك شنو هي الحاجات اللي باش تعمل في الفيوتشر تاع لي فيديو في انستغرام وكل نحبش فدلك عليك عندي الميرش نتاعي باش تخرج نتاعها تبع باجها وراسي فهمت شايف فيها مقرونه صحون عجه هكا نوريك اما مش نوري لو غاد ايه نقول لكم انا نعمل لكم ديسكريبسيون شي سي حضر ديزاين وكل شيء راك تغلي من داخل انت نعم عليك ربي يعينك خويا شبيك يا اخي نفرح على العبيد اي يا الله ليه مزيان على الاخر والله مزيان مكتوب ياك كهو كهو ما زرتش لا كهو جيت بعدين ليه والله ليه والله ليه والله ربي كاميرا ربي نعم والله ليه سكر تليفون اضرب عاد سكر واحد اي
والله حبيت اعمل هكا ونوريكم والله. مزينين فيهم. ليه يا عدم عمر؟ والله ليه والله تجي مع الجاي باش نهبطهم. ناخذ لهم سكوب بيع وش مش نعمل ديسكريبشن مش يعرفوا بالضبط كيف. فيهم واحده بيتزا كيف فيها سنين. ليه مسختك والله مسختك هذا تغشش. ما عادش جايك وما عادش استدعاني حتى برنامج. ليه عاد ديجا عاد باللي استنى عاد. ايه يا عزيز هيجي قلت لك السؤال هذاك ما تسالهوليش يا عزيز. ليه قلت لك السؤال هذاك ما تسالهوليش هكا بدك تتفرج معنا وعائلتي تتفرج. يا هيد يا هيد يا عزيز يا عزيز